بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد، فتنة القبر ونعيمه وعذابه. للقبر حياة اسمها حياة البرزخ. القبر هو أول منازل الآخرة، فيه فتنة ونعيم أو عذاب، فيه فتنة ونعيم أو عذاب. طيب، المراد فتنة القبر، فتنة القبر هو سؤال الميت إذا دفن في قبره عن ثلاث، وهي ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وضع في قبره تعاد له روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأسئلة الثلاث لا يجيب عليها إلا المؤمن فقط، لا يجيب عليه إلا أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاة والعبادة، ويثبت الله المؤمن الصادق ويوفقه للإجابة الصحيحة في القبر. وينعم الله المؤمن في قبره فيصبح قبره روضة من رياض الجنة، ويبقى منعما فيه إلى يوم البعث والنشور، ويقال له: انظر مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. أما الكافر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. ويعذب الله الكافرين والمنافقين في قبورهم، فتصبح قبورهم حفرا من حفر النار، ويعذبون فيها إلى يوم البعث. عند سؤال الملكان الكافر: من ربك؟ فيقول: لا ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. هنا تضرب الملائكة هذا الرجل بمطرقة من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، الثقلين يعني الإنس والجن لا يسمعونها. طيب، أسباب عذاب القبر. جاءت الأدلة على أن بعض المؤمنين قد يعذبون في قبورهم بسبب ذنوب ومعاص ارتكبوها، منها تعمد النوم عن الصلاة المفروضة. الذي لا يصلي قد يعذب في قبره، الذي يتهاون في الصلاة قد يعذب في قبره. 2، المشي بالنميمة، والنميمة هنا الرجل النمام الذي ينقل الأخبار السيئة بين الناس. عدم التنزه، 3، عدم التنزه من البول، أي لا يتنظف أو لا ينظف جسده من البول والأوساخ، قد يعذب في نار جهنم أو قد يعذب في قبره. أكل الربا، والربا هو محرم شرعا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن عذاب القبر إذا وقع لأحد منهم قد يخفف أو ينقطع عنه بسبب دعاء غيره له أو صدقة غيره له. طيب، سبب، إذا الصدقة والدعاء للميت سبب في تخفيف أو انقطاع العذاب، سبب في تخفيف أو انقطاع العذاب. الاستعداد لما بعد الموت،
المسلم يحرص على الاستعداد لما بعد الموت. ماذا؟ بتوحيد خالص يوحد الله، وأيضا بعمل صالح وتوبة نصوحة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لذلك ويذكرون ويذكرون غيرهم، فكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيتيه، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ثمرات الإيمان بنعيم القبر والآخرة، ما الثمرة، ما الفائدة من الإيمان بنعيم القبر والآخرة؟ كثيرة، ومنها تصديق أخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرص على طاعة الله واجتناب معصيته، أيضا تسليم أو تسلية المؤمن عما يفوته من ملذات الدنيا. الواجب صفحة 56. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.